try to tell myself to go and make a shoot that you don't know forever ends right here. Didn't wanna force them, but I couldn't never notice them. My feelings are disappearing. If I say I wouldn't need an alibi, let me spill your tears. But I try to tell myself to go and make a shoot that you don't know forever ends right here. مشاهدينا نرحب فيكم من جديد في صباح الدار. الموسيقى لغة عالمية والغذاء الروحي والنفسي للبشر في كل مكان. تتعدد اللغات واللهجات في الغناء، ولكن قد نفهم ما يقال دون الضرورة بالتحدث هذه اللغة، لأن مثل ما قلتي أنت الموسيقى لغة الروح. لغة الروح طبعا. نعم. سابقا كان مشاهدينا لكل دولة ولكل مكان طابع فني خاص بها وأغاني معروفة، إلى أن وصلنا اليوم طبعا شهدنا فيه اختلاط العديد من اللغات واللهجات ومع الحان شرقية أو غربية وغيرها، فبات الأمر يحمل روح التحدي لخلق أغنيات أخاذة وعصرية. ضيفتنا اليوم تكتب وتلحن وتعزف وتغني أغنياتها الخاصة بها، الفنانة دينا الربضي والملقبة بدينا ستارز. نقول لك حياة الله. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا على استضافتكم. الله يخليكي تسلمي. دينا، في البداية خلينا نعرف أنت متى بدأتي العزف ومتى بدأتي الفن كله على بعض؟ هلا بلشت اعزف جيتار، علمت حالي على سن 13 سنه، 13 14 سنه بدات اعلم حالي من قناه اليوتيوب. اشتريت اول جيتار عندي بمصروفي الخاص، كان عندي شغف اتعلم الموسيقى وسبيشلي اله الجيتار، وبلشت من وقتها. بس بالنسبه للغنى طول حياتي بغني، بدندن بالغرفه، بكون حابسه حالي بالغرفه و دائما كنت اغني بيني وبين نفسي. بس من انا صغيره يعني هذا كان شغف عندك، هذا الشغف من الصغر. بالضبط. المقطع اللي سمعناه قبل شوي كان من تاليفك والحانك وغنائك. بالضبط. صحيح. اول اغنيه نزلت. نعم. اول اغنيه. اول اغنيه. نعم. دينا، ذكرتي ان انت بديتي اشتريتي جيتار وبديتي تتعلمين. نعم. يمكن كان في البدايه مجرد فضول، لكن متى تحول الى فعلا الموضوع صار جدي وانا ابغي اكمل في هذا المجال؟ صحيح، هو أول شيء بدأ كهواية، بس بعد ما تخرجت من الجامعة اشتغلت فترة، بس موضوع الموسيقى كان دائما ببالي. وصحيح مثل ما قلت أنه كان عندي فضول أشوف كيف شو هذا الطريق، وسبشلي إذا عندك شغف لازم يطلع لبرا. فبلشت صار لي سنتين، أول سنة قضيتها عم بغني أغاني لفنانين، أغاني فنانين. بعدين السنة الثانية اللي هي السنة الماضية بلشت أنا فيها أكتب وألحن وأنزل فاينلي الأغاني أنا الموسيقية تبعتي. جميل. أنت عندك أغنيتين باللغة الإنجليزية. بالضبط. ما في يعني مستقبلا أي فكرة أنك أنت تنتجي فعلا أغاني باللغة العربية؟ هلا صراحة بصراحة يعني أول ما أعلنوا عن عام التسامح إجت عندي فكرة أنه أكتب أغنية باللغة العربية، وهذا الإشي أنا عم بشتغل عليه. هلا كتابتي باللغة العربية مش قوية مثل ما بكتب مثلا. نعم. بالانجليزي، بس ان شاء الله مع الفريق ومع الناس اللي بتواصل معهم بيساعدوني بتحقق هالاشياء. فضيفي انت عليها اللحن والغناء، ممكن هم يساعدوك في الكتابة. بالضبط، هم بيساعدوني بالكتابة وانا بضيف عليها باللحن وبالغنى، لانه اكيد الجمهور العربي محتاج لهذا. يس. الصوت المهارة. يعني بالحديث عن الصوت انا ابغى اسمع شيء، شو رايك؟ يلا اطلب منه اسمعه كمان. تفضل. احنا طماعين ترى في صباح اليوم. واليوم خميس كمان. وهي رح تكون ماشب عربي وانجلش لكن. جميل. After all this
to go over everything. They say that I'm supposed to heal you, but I've done much healing alone. How are you? I'm in California dreaming about who used to be. Such a difference between يعني أنا السؤال الثاني يعني قلتي ماشب كثير من الناس يقول لك والله أنتم قاعدين تخربون الأغاني العربية خاصة لعمالقة الغناء العربي يعني أنت غنيتي لسيدة فيروز ما جتش انتقادات؟ أغني بالعربي؟ يعني لما تعملين الماشب هذا بصراحة هي أول مرة بغني فيها لا بس بداية موفقة أنا أحييكي شكرا كثير يعني إحنا صرنا نحب نسمع هذا النوع من الأغاني في الرحلات في السيارة في تعطي طاقة تعطي فرح هو شيء جديد بالنسبة لي أكيد يعني منطقة بدي تو اكسبلور يعني بحب شوف شو هالطريق أول مرة بغني فيها عربي لا جميل بالنسبة لي عن جد هذا طريق بدي أعمل له بدي أشوف شو 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 ممكن يعني شو ممكن يصير لأنه شيء غريب بالنسبة لي فين أنت عادة يعني بتستوحي الألحان الكلمات عندك أجواء خاصة أو حالات معينة بتعيشيها وتنقليها للغناء هلا كل شيء بكتبه أنا بلحنه من إحساس ما في أكتب شيء أو ما في ألحن شيء إذا أنا مش حاسة فيه فبستوحي على يعني الالهام تبعي بيجي من خبره بكون عم بمرق بشيء او بتجربه من كل التجارب يا بمرق فيها او مثلا بحكي مع اصحابي او صحباتي وعائلتي بشوف مثلا شو في تجارب شو حدا عم بمرق فيه وبحاول اكتب عن هالشيء بس اذا انا ما في كونكشن او ما عم بحس بهالشيء صعب اكتب عنه فلازم اكون انا حاطه حالي بهالمود بالضبط لازم اعيش المود اقدر اكتب عنه يعني كله احساس بسالك عن النيك نيم او اللقب نعم. دينا ستارز اكيد وراء قصه اي وراء قصه دينا ستارز هو صراحه من انا صغيره كنت عشقي شيء اسمه ستارز ستارز كنجوم يعني كنجوم بالضبط كل شيء كنت البسه من اكسسوارز لثياب كله كان له علاقه بستارز فاجت فتره صحباتي بالمدرسه كلهم يناديني دينا ستارز دينا ستارز واجا اسم دينا ستارز ومن انا صغيره يعني كان حلمي يكون بين النجوم كنت دائما اشوف حالي على الستيج بين عن جد بين النجوم واجا دينا ستارز لا ان شاء الله باذن الله نجمه وعالميه كمان ان شاء الله وبالحديث عن العالميه هو السؤال انه احنا نختار اللغه الانجليزيه للوصول للعالميه كشهره يعني ولا هو فقط لغتك اللي انت بتتكلمي فيها عامه هلا اللغه الانجليزيه هي اسهل لي لانه كل دراستي وكل شيء كان بالانجلش ففتت كله بالانجليزي بس بالنسبه لسؤالك اختيارك للغه الانجليزيه بالضبط هلا اي ثينك لانه اللغه الانجليزيه هي يونيفرسال لانجويج ف توصل كل حد باللغه العامه واكثر لغه يعني مستخدمه بالضبط ف ان شاء الله باذن الله نشوفك نجمه عالميه اكيد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يا رب دينا يعني من الجيتار ويوتيوب وتعليمك على اليوتيوب مثل ما يقول احنا يعني يمكن من افضل من اكثر الناس حظا ان اللي يقدر يتعلم شيء بنفسه ما يحتاج يروح مدرسه ولا جامعه ولا معهد ولا غيره ما فكرتي
تروحين تدرسين الموسيقى دراسة خلينا نقول جامعية؟ أكيد أكيد، هذا أحد من خططي وأحلامي، أنه لأنه هاي ثقافة، وثقافة يعني بالموسيقى علم.